هنكمل ان شاء الله موضوع تعبير عن الرياضة. احنا وقفنا عند الفكرة ديت، فوائد الرياضة: تحافظ على وزن رشيق ومناسب للانسان، من المستحيل ان يصاب شخص يمارس الرياضة بالسن، تقي الانسان من امراض السكري كما تقينا لسبب الضغط وامراض القلب، تقوي المفاصل وتقوي الجسد بشكل عام، وتقي الانسان من الاصابة بهشاشة العظام، تخلص الانسان من القلق والتوتر، ومن المستحيل ان يصاب شخص يمارس الرياضة بالاكتئاب مهما كانت الضغوط عليه. لهذه الاسباب فان الرياضة تعطي الانسان حياة افضل وتقيه من الكثير من الامراض الجسدية والنفسية. واحنا هنا اللي مشتركش لسه في القناة يشترك ويعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. كيفية ممارسة الرياضة: لا يشترط أن تمارس الرياضة في مكان محدد أو باستخدام أجهزة معينة، فإنه يوجد أنواع كثيرة للرياضة يتم ممارستها في أي مكان، لا تحتاج إلى أدوات معينة ولا تحتاج إلى مكان محدد، وذلك مثل المشي أو صعود السلم أكثر من مرة، أو السباحة وركوب الدراجة ونط الحبل. وعندما يمارس الرياضة أي شخص يجب أن يعلم أن لا يوجد نوع من الرياضة أفضل من الآخر، ولكن يجب عليه ممارسة الرياضة التي تناسب جسده. وفوائد الرياضة عامة: تبدأ بعد 6 أسابيع من بداية ممارستها وتكتمل بعد 6 أشهر، ولا يجب ممارسة الرياضة أقل من 3 مرات أسبوعيا، لأن أقل من ذلك لا يكون له أي فائدة، ولكن يمكن أن تزيد أو يمكن ممارسة الرياضة يوميا من 20 دقيقة في اليوم إلى 30 دقيقة في اليوم، ويجب شرب كمية مناسبة من الماء حتى لا تتسبب كثرة لعب الرياضة في عمل جفاف له. أقسام الرياضة: من المعروف أن الرياضة تنقسم إلى قسمين: الرياضة الفردية مثل الجري وألعاب القوى والمشي والسباحة وركوب الدراجات، وهذا النوع من الرياضة يمكن ممارسته دون أن تذهب إلى النادي، وذلك لأنها تحتاج إلى إمكانيات، لا تحتاج إلى إمكانيات ولا تحتاج لمكان مخصص لها. وإحنا هنا يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا زر الجرس وتضغطوا لايك الفيديو لو عجبكم، تبعتوا لأصحابكم. الرياضة الجماعية: وهذا النوع من الرياضة ينمي روح التعاون لدى الإنسان، مثل كرة السلة أو كرة القدم وغيرها من الرياضيات الجماعية التي لا يمكن لشخص أن يلعبها وحيدا. ختمت موضوع تعبير عن الرياضة. من المؤكد أننا لم نكفي هذا الموضوع حقه، لأن الرياضة من أكثر الإشارات الثنائية في المجتمعات المختلفة. لهذا نحتاج إلى الكثير من الأوراق التي تتحدث عن الرياضة وفوائدها، والكثير من الكلمات حتى نتحدث عن هذا الموضوع المفيد. شكرا لحسن استماعكم. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.